السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. بعدما سجلنا اضطراب جوي كان نشيط الفعالية خلال ليلة الأمس خاصة المناطق الشمالية خاصة الوجهة الساحلية، خلال أمسية اليوم مصحة الأرصاد الجوية ترتقب، إذا الأجواء ستميل إلى الصفاء تقريبا على كل المناطق الشمالية على السواحل وكذلك المرتفعات. رغم ذلك سحب ستنتشر خلال هذه الظاهرة بدون فعالية من نوع عالي على المناطق الساحلية، ليتحسن الطقس خلال أواخر النهار إن شاء الله. أجواء مشمسة على الهضاب والمرتفعات كذلك على شمال الصحراء ومناطق الجنوب الغربي، سحب ركامية أحيانا تساقط بعض الأمطار المتفرقة ستخص الصحراء الوسطى أقصى الجنوب كذلك منطقتي الهوغار والتاسيلي، تكون إذا معتبرة خلال أمسية خاصة على جنوب منطقة إليزي وكذلك منطقة التاسيلي، وتكون على شكل زخات رعدية إن شاء الله، هبوب رياح قوية على كل من الهوغار والتاسيلي وكذلك الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب، ستعمل على تطاير لرمال. درجات الحرارة تبقى فصلية على المناطق الشمالية، ننتظر مقاييس ما بين 21 لغاية 22 درجة على السواحل، أدنى مقياس على الجلفة كذلك المسيلة بوسعادة حتى على المدية تيزي وزو البويرة البليدة، كذلك الواجهة الشرقية على كل من سطيف قسنطينة قلمة ميلا خنشلة سوق هراس مع 18 درجة، 29 درجة على ولاية غردية كذلك ولاية بشار، 33 درجة على تندوف بن عباس، 36 درجة على الصحراء الوسطى، ننتظر مقاييس ما بين 35 لغاية 38 درجة على مرتفعات الوقار والتاسيلي، طقس حار سيخص أقصى الجنوب 44 درجة. أما خلال الليل إن شاء الله درجات الحرارة الدنيا إذا تنخفض على الهضاب إلى غاية 7 درجات على كل من سطيف كذلك ولاية تيارت، 10 درجات على العاصمة، نفس المقياس على السواحل الشرقية، 11 درجة على الواجهة الساحلية الغربية، ننتظر 15 درجة على منطقة الثورة، 17 درجة على شمال الصحراء كذلك منطقة الواحات، 23 درجة على الجنوب الشرقي وكذلك منطقة الهجار، أعلى مقياس على أقصى الجنوب مع 28 درجة. أما للملاحة والصيد البحري خلال أمسية اليوم إن شاء الله، فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بحول الله بحر من قليل اضطراب إلى مضطرب محليا تقريبا على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة أقول على الواجهة الوسطى معتدلة على الواجهة الغربية لكن ستشتد على الواجهة الشرقية بمطيرة غربية تماما تصل غاية 50 كيلومتر في الساعة. أما عن وقت غروب الشمس على مستوى العاصمة لنهار اليوم إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام 7:38 دقيقة، وللتواصل معنا نحو الطقس دائما مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة. أشكركم على المتابعة، صحة فطوركم والسلام عليكم.